السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير الصحة والعافية والكرم. سلام عليكم يا الخير يا الكرم، منورين ومشرفيني على قناتي وقناتكم ميديو عارتك. النهاردة ده مش درس، دي حاجة كده حبيت أشاركها معاكم. أنا عندي أكتر 8 قنوات بتابعهم ومستمر عليهم وبشوف الشروحات بتاعتهم عشان أنا بستفيد بيها جدا، وحبيت كمان حضراتكم تستفيدوا معايا وتعرفوا القنوات ديت، وكلنا مع بعضنا يعني نتابع مع بعض الدرس ده. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. رجعت لحضراتكم تاني يا جماعة. طبعا في البداية كعادتي قبل بداية اي فيديو بحب ادعو حضراتكم الاشتراك في القناة والضغط على زر السبسكرايب والزر الاحمر ده عشان توصل لكم كل الدروس الجديدة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات اول باول بالدروس الجديدة اللي بنرفعها على القناة. وطبعا بدعو حضراتكم طبعا بالاستمرار بالضغط على زر اللايك عشان اللايك ده تحفيزا ان الدرس عجبكم، بمعنى تقولوا لي كمل يا ميدو كمل يا ميدو، نزل الشروحات وشير لي الفيديوهات عشان توصل لاكبر عدد من الناس. طبعا يا جماعه انا هبدا دلوقتي في استعراض القنوات واقول لكم مميزاتها واللي انا بتابعهم اكتر بكتير جدا، لكن يجوز طبعا هتلاقوا بعض القنوات انا مش عامل عليها سبسكرايب، فاللي انا مش عامل عليهم سبسكرايب ممكن يكون المحتوى بتاعهم انا مش بتابعه قوي، او المحتوى بتاعهم انا مش مهتم بيه كتير، لكن القناة نفسها وكشروحات يعني بتكون قناة متميزة جدا. وهبدأ مع حضراتكم الـ8 قنوات دول، الـ8 دول من أفضل القنوات تقريبا في اليوتيوب كله، أفضل يوتيوبرز. تمام، فهنبدأ دلوقتي مع بعض. هبدأ مع حضراتكم الترتيب القنوات من أكبر عدد سبسكرايبرز، أكبر عدد مشتركين، لحد أصغر عدد من المشتركين. نبدأ مع بعض يا جماعة. طبعا معانا اول قناة، دي اول قناة معانا يا جماعة. قناة جميلة جدا جدا جدا، مفيدة جدا جدا، قناة دروس اونلاين فيها بسم الله ما شاء الله اكتر من 1,000,000 سبسكرايبرز. القناة دي تقريبا يعني اللي بتتعلمك ازاي اللغة الانجليزية والمعاني بتاعتها وبعض الشروحات في برنامج البريمير الادوبي بريمير والفوتوشوب وهكذا طبعا والمونتاج، لكن الاكثر انتشارا في القناة دروس اللغة الانجليزية ومعظم استعراض الكاميرات والحاجات دي كلها. القناة مفيدة جدا وانا بستفيد منها جدا، وطبعا حضراتكم اكيد ملاحظين ان انا مش عامل عليها سبسكرايب، يمكن انا عشان زي ما قلت لحضراتكم في بداية الفيديو مش بتابع قوي حكاية اللغة الانجليزية والادوبي بريمير المحتوى بتاع القناة دي، لكن كقناة متميزة جدا ومحترمة جدا والا ما كانتش طبعا وصلت لعدد 1,000,000 مشترك دول، وربنا يزيده باذن الله. دي اول قناة معانا. تاني قناة معانا انا زي ما قلت لحضراتكم هبتدي باكبر المشتركين وبعدها الاكبر وبعدها اصغر واحد. تمام، دي اول قناة معانا زي ما قلت لحضراتكم دروس اونلاين. تاني قناة معانا قناة ذا بريكنج وولف. قناة ذا بريكنج وولف قناة جميلة جدا 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 ومفيدة جدا، انا طبعا بستفيد منها كتير. القناة دي طبعا بتعلمك كل حاجة، سواء في دروس للتقنية ولكن سواء دروس تقنية ولكن الاكثر انتشارا في الفيديوهات استخدام الشروحات للاندرويد، بيعرفك الاندرويد واستخداماته وكل التطبيقات على الاندرويد وهكذا، فده الاكثر فيديوهات شائعة في القناة الاندرويد وكذا. لكن طبعا هو برضو سعيد صاحب قناة ذا بريكنج وولف بيستخدم وبيشرح دروس مفيدة جدا تقنية اندرويد مونتاج وهكذا، يعني القناة شاملة كل حاجة، وهو عنده 374,731 مشترك، ربنا يكرمه ان شاء الله. تالت قناة معانا قناة رافي ايه. قناة رافي ايه دي قناة مميزة جدا جدا، عنده 286,645 مشترك. قناة رافي ايه دي بتعلمك ازاي الفوتوشوب من الصفر للاحتراف، وطبعا يا جماعة ادي الفيديوهات بتاعته اهو، يعني متميز جدا 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 رافي. بيعمل شروحات دروس ريتاتش على خلفيات وهكذا، كل حاجة متعلقة بالفوتوشوب، يعني القناة دي اللي بيحب الفوتوشوب انا بدعوك ان انت تشترك فيها وتتابع الفيديوهات بتاعتها، لكن هو مع الاسف بقاله شهر ما بينزلش فيديوهات. تمام يا جماعة، لكن هو متميز جدا وقناته روعة روعة روعة. دي تالت قناة معانا يا جماعة. نخش بقى على القناة الرابعة، قناة احمد الجرنوسي. احمد الجرنوسي اللي ما يعرفوش انسان محترم جدا، شخصية محترمة جدا، انا طبعا لسه
يعني ما قابلتوش طبعا، لكن اتمنى طبعا واتشرف بيه جدا. هو عنده 1184,000 مشترك و483، وانا اوريدي عامل عليه سبسكرايب طبعا. قناة احمد الجرمس من افضل القنوات التقنية اللي في اليوتيوب، وهو افضل يوتيوبر بالنسبة لي انا طبعا، تمام؟ بعد واحد كده بقول لحضراتكم عليه طبعا، تمام. احمد جرونسي دروس تقنية على متميزة جدا جدا جدا، واللي ما يعرفوش يخش على قناة احمد الجرنوسي والجرنوسي فور تيك الويب سايت بتاعه، يعملوا سبسكرايب. قناة مميزة جدا جدا جدا، ربنا يكرمك يا جرنوسي. خامس قناة معانا قناة مصطفى مكرم. مصطفى مكرم انا اوريدي زي ما حضراتكم شايفين مش عامل عليه سبسكرايب، لان انا مش بهتم بحكاية الادوبي بريمير وادوبي دينمنشنز والحاجات دي كلها، تمام. لكن مصطفى مكرم تي في افضل قناة في اليوتيوب كله، تعلمك المونتاج والجرافيك والتصوير وكل حاجة، بيبدأ لك من الصفر لحد الاحتراف، بيعلمك ازاي تستخدم المونتاج سواء في برنامج الريندر ادوبي ريندر دايمنشنز او السوني فيجاز او الادوبي بريمير او الفوتوشوب او اي حاجة، تمام يا جماعة. يعني مصطفى مكرم عنده 108 و 108 سبسكرايبرز، 1000 سبسكرايبرز، معلش يا جماعة متلخبط شوية، لكن ربنا يكرمه ان شاء الله. ودي افضل قناة تعلمك التصوير والجرافيك والسوني فيجاز والمونتاج كله. سادس قناة معانا، سادس قناة معانا يا جماعة قناة مصطفى، قناة مصطفى تمام، ذات كريم، كريم عبد الخالق، تمام يا جماعة، معلش انا اتلخبطت في كلمة مصطفى دي، معلش انا اسف. قناة ذا كريم، كريم انسان محترم جدا، طيب جدا، دروسه متميزة جدا جدا، وهو افضل قناة في اليوتيوب كله من وجهة نظري انا طبعا، واكيد وجهة نظر جميع اليوتيوبرز، ان مصطفى ان كريم، كريم المعلومات، كريم عبد الخالق افضل قناة في اليوتيوب تعلمك الربح من الانترنت، الربح من الانترنت وفوائده واللي هيعود عليك وكل حاجة خاصة بالربح من الانترنت. ارجوك ادعو حضراتكم طبعا بالاشتراك في قناة كريم المعلوميات، قناة محترمة جدا، وهو انسان محترم جدا، وطريقته سهلة وسلسة في الدرس الدروس بتاعته، وربنا يكرمه باذن الله. سابع قناة معانا والقبل الأخيرة قناة مستر أبو علي، عنده 29,797 سبسكرايبرز، أنا أوريدي عامل سبسكرايب عليه، تمام يا جماعة. يعني قناة أبو علي دي من أفضل القنوات في قنوات التقنية بعد أحمد الجرنوسي، لو تفتكر حضراتكم قلتلكوا الجرنوسي بعتبره تاني أفضل واحد بعد اللي أنا هقول لحضراتكم عليه في الفيديو إحنا بنتكلم، واللي انا كنت هتكلم عليه هو مستر ابو علي، بالنسبه لي هو تقريبا رقم واحد في اليوتيوب، تمام. حظه مش وافر قوي ان هو ما وصلش مثلا ل100,000 وهكذا، لكن ده جاي باذن الله. لكن هو شرح في قناه تقنيه مميزه جدا جدا جدا، واي حد يقول اي كلام بخلاف ان مستر ابو علي وحش او حلو او غيره، اللي يقول على قناة مستر ابو علي وحش يبقى هو سوري يعني ما بيفهمش اي حاجة في اليوتيوب او في دروس التقنية. قناة مستر ابو علي تمام، راجل محترم جدا، طيب جدا، سلس في التعامل، بيتجاوب مع الناس كلها سواء في الكومنتات سواء على السوشيال ميديا عنده في القناة بتاعته او في الفيسبوك او التويتر، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يكرمه وربنا يزيده، وبقول له استمر باذن الله. وانا بحب القناة دي جدا جدا وبستفيد منها، وكل يوم لازم اشوف له دروس. واخر قناة معانا، اخر قناة قناة احمد للشروحات، لو حضراتكم تفتكروا ان احمد للشروحات كان مر بفترة كده وانا منزل عليه فيديو كده دعم قناة احمد للشروحات، طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان قناته اتقفلت، عمل قناة اولى وعدد 12,000 سبسكرايبرز، وبعدها اتقفلت وعمل قناة تانية وعدد 7,000 سبسكرايبرز برضه اتقفلت، ودي القناة التالتة بتاعته وعنده 2450 مشترك، ربنا يكرمه بإذن الله. وأحمد قناة أحمد الشرحات قناة ممتازة جدا ومميزة جدا، وطريقته سهلة جدا وسلسة جدا في التعامل، بيرد على الناس كلها في السوشيال ميديا عنده في الفيس أو الكومنتات على اليوتيوب، تمام يا جماعة. وقناته بيقول لك ازاي تحمل برنامج، يعني احلى حاجة ان هو بيكون صادق جدا في كلامه، لا يكون فيه فيروسات ولا اي حاجة، اي برنامج بكراك او بباتش او اي حاجة، اي برنامج يخطر على بالك ومش عارف تلاقيه تكلم احمد للشروحات
وهو يجيب لك الفيديو اللي انت عاوزه والبرنامج اللي انت عايزه وتنزيل الالعاب وكل حاجة. تمام يا جماعة، فدول كانوا الـ8 قنوات، قناة دروس اونلاين زي ما قلت لحضراتكم، قناة هنبدأهم تاني، قناة دروس اونلاين هنسترجع مع بعض، دروس اونلاين بتعلمك اللغة الانجليزية وفتح الكاميرات وذاكر اقل وذاكر بذكاء والحاجات دي كلها، قناة مفيدة جدا. وقناة ذا بروكينج وولف لسعيد قناة مميزة جدا 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 وانا بتابعه دايما، وبيحول بدروسه بتتكلم في الاندرويد وساعات في التقنية والحاجات دي كلها، لكن هو شائع اكتر في دروس الموبايلات والاندرويد. وقناة رافي ايه تالت قناة معانا، انا بسترجع مع حضراتكم يعني المواصفات وايه هي القنوات بتاعتها واللي المحتوى بتاعها. قناة رافي ايه لتعليم الفوتوشوب افضل قناة في العالم في اليوتيوب كلها بتعليم الفوتوشوب، في قنوات تانية طبعا لكن بالنسبة لي انا قناة رافي ايه افضل قناة لتعليم الفوتوشوب. وقناة احمد الجرنوسي لا خلاف عليه، احمد الجرنوسي افضل قناة تقنية في افضل قناة للتقنية على اليوتيوب، ومصطفى مكرم لأفضل قناة لتعليم الجرافيك والتصوير والمونتاج بجميع البرامج، سوني فيجاس ادوبي بريمير ادوبي ديمنشنز وفوتوشوب وكل حاجة. ومصطفى وكريم عبد الرازق، انا مش عارف يا جماعة ايه حكاية مصطفى دي والله، يمكن عشان متلخبط بين مصطفى مكرم وكريم. تمام، المهم يعني كريم المعلوميات بينزل يوم في كل يوم درسين او ثلاثة يعني، ربنا يكرمه بإذن الله. وأفضل قناة لمعرفة الربح من الإنترنت وفوائده وخسائره وإيه اللي يعود عليك وإيه اللي أنت مفروض تعمله وإيه اللي مش مفروض تعمله، ولو أنت مهتم طبعا بالحاجات دي كلها الربح من الإنترنت اعمله سبسكرايب. وأفضل قناة في العالم من وجهة نظري أنا قناة مستر أبو علي، أفضل قناة للتقنية لا خلاف عليها ومش هتكلم عليها. وأخيرا قناة أحمد للشروحات، احمد للشروحات افضل قناه لجلب البرامج بالتفعيل وبالكراكات وبالباتشات والالعاب سواء بحجم كبير او بحجم صغير، وحزم نتورك وباتشات عربيه في العاب بيس وكل حاجه يعني، افضل قناه بجد بجد. هو اكتر واحد محتاج للدعم، لان هو لو كنت جمعت ال 12,000 سبسكرايبرز في القناه الاولى و7,000 بتوع القناة التانية كان زمانه عنده دلوقتي حوالي 19,000 سبسكرايبر، لكن حظه وحش ان هو جاله ريبورتات اكتر من 3 ريبورتات في قناة تقفل القناة بتاعتك. ناس عملوا عليه بحقوق الملكية والطبع والنشر، عملوا له ريبورت وقفلوا له القناة مرتين، ودي القناة التالتة وانا اوريدي عملت عليه فيديو دعم ليه طبعا وربنا معاه. طبعا يا جماعة دول الـ8 قنوات اللي انا بتابعهم وحبيت اشارك حضراتكم بمحتواها وايه هي القنوات وايه اللي بيدعوا ليها والناس واليوتيوبرز بتوعهم. ودي كانت حلقتنا النهارده يا جماعه، يا رب ما كويس طولت عليكم وتكونوا استفدتوا من حلقه النهارده. ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس، واشوفكم في دروس تانية، والسلام عليكم ورحمه الله.